ابوك الحين الحين ذو وين بتسكن الحين تنشب البنت الحين بسكن هنا يرقد لنا هنا اي لان الله يفرج نشوف الا سكن يا ابوك هذا يرقد هنا اكيد كل شيء ما يسوي شيء لا لا ما يسوي شيء هذا البطني وكل شيء عنده كمبل اي كمبل هذا مو خليه ينام عندك كم من يوم شوف عليك كثير اي لان الله يسهل بابا شكريا يلا قم قم يا ابو قم شكريا رحب رحب تعبان بشكل من طيور من طيور بكره لازم قوم فجر ان شاء الله صار باقوم سوي هذا رطب صار باقوم على طول يلا نشوف يا ابو نشوف 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 ان شاء الله انك جيد ان شاء الله تطلع الله انا اشوفك انك ما ادري والله بس يلا ان شاء الله انك طيب سبحان الله والحمد لله ايه الحمد لله رب العالمين هانت يا جماعه الخير ها ايه الحمد لله والله كنا طول الليل كنا هالليل نخليك يا جدي شنو؟ حياكم الله يا عيالي حياكم الله تصبح على خير يا جدي على نوري بنجيك ان شاء الله على الفجرية لا تخلوني يبقى بصلي الفجر وبنجيك لا تخلوني يبقى يلا مع السلامة حياكم الله حياكم الله حياك الله يا ولدي حياك الله يا مع السلامة يا جدي حياك الله يا عويلي على خير اي تعال ان شاء الله بعد بكرة عاد عشان تشوف تبكي ويا وتشرب ويا ان شاء الله ان شاء الله يلا حياكم الله يا ابو حياكم الله بعد بنزدها يا ابو بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا كريم يا علي يا الله اللهم صل على النبي لا اله الا الله الحمد لله